إذا تعليقات مختصرة عن النقاط الثلاثة فيما يتعلق بالتخفيف، أعتقد أن هذا قد تم توضيحه، أننا إذا ارتفع درجة الحرارة أكثر من درجة ونصف مئوية فإننا لن نتمكن من العيش على هذا الكوكب أو القيام بكثير من الأنشطة. نحن لدينا فجوة كذلك في المؤشرات، في استراتيجيات طويلة المدى لم نتلقى مؤشرات محدثة من كل الدول، ولذلك لدينا بعض الإحباط هنا، ومن الواضح بالنسبة لنا هذا الأمر. هذا تحدي هائل، هذا ليس أمرا سهلا، ليس سهلا لمجتمعاتنا ولا لاقتصاداتنا، وليس سهلا لجميع الذين لدينا مسؤوليات سياسية في وقت الأزمات، ولكن هذه مهمتنا التاريخية. من المهم أن نحقق هذا الهدف. فيما يتعلق بالتكيف والخسائر والأضرار، أعتقد أن هناك حاجة واضحة للاتحاد الأوروبي والدول النامية الأخرى لاتخاذ إجراءات. الكثير من الدول والمجتمعات متأثرة، ولقد سمعنا الكثيرون يتحدثوا عن هذا، ومسألة التكيف أساسية بالنسبة لهم لأنها مسألة حياة أو موت كما ذكروا. هناك حاجة ملحة للدعم، ليس فقط من خلال التمويل ولكن بناء القدرات، وأعتقد أن مهمتنا في الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة أن نقدم هذا الدعم بجدية. دعونا لا ننسى كذلك أن هناك مجموعة من الخيارات المختلفة مثل صندوق التكيف وصندوق الاقتصاد الأخضر، والسؤال الآن هو ما هو الدعم المالي الإضافي الذي يمكن أن نقدمه دون أن نؤخر المساعدة للسنوات بسبب خلق صناديق أو آليات تمويل جديدة. لذا علينا أن نحسن من الأدوات الموجودة بالفعل بدلا من أن ننشئ آليات جديدة، لأن هذا يمكن أن يساعد بشكل أسرع إذا استخدمنا الأدوات الموجودة. وأخيرا بشأن تمويل المناخ، من الواضح من كل ما ذكر من قبل أننا كلنا مدركون لأهمية المسألة، والنقطة الرئيسية من وجهة نظري هي أن نبدأ المحادثات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وأن ننظر إلى التمويل بحيث يكون متفق مع اتفاقية باريس، ونتوقف عن التفكير في الماضي ونرى كيف يمكن أن نحقق أهدافنا. والجزء الثاني، من المهم أن نوسع العمل مع المانحين، فيجب أن نقوم بتنفيذ هذا. شكرا لكم لعقد هذا الاجتماع على مدار يومين لتبادل الأفكار للبحث عن حلول بشأن كل هذه الأمور معا. ليس هناك إجابات سهلة بالطبع بلا شك، ولكننا في حاجة إلى إيجاد إجابات. لذا دعونا نبنى جسورا لكي نصل إلى تلك الحلول ونستمع إلى بعضنا البعض بحيث نكون مستعدين لكوب 27 ونتقدم. شكرا. شكرا ليونوفا. شكرا لك. شكرا للتعاون بين مصر وألمانيا في هذا المجال. شكرا لوزيرة النمسا على هذه الكلمات، وأن تقدمي لنا الرؤى المختلفة ومسائل التمويل التي يجب أن نتعامل معها. والآن علينا على القائمة وزير أنتيغوا باربودا. شكرا. صباح الخير. دعوني أعرب عن تقديري لألمانيا ومصر لاستضافة هذا الحوار. أنا أنصت إلى كل ما ذكر، ومن الواضح أن هناك إجماع على مسألة تعويض وتمويل الخسائر والأضرار. كل تلك الملاحظات أوضحت أن الأضرار والخسائر لا يمكن أن تظل على هامش المناقشات في كوب 27.
أنا أمثل الدول الصغيرة الجزر، مجموعة من الدول تسهم بأقل قدر في الانبعاثات، ولكنها تعاني معاناة هائلة من كوارث تغير المناخ. ما نصفه على أنه أزمة يعد كارثة في الواقع. فهناك جزر صغيرة باتت تختفي، هناك جزر صغيرة عندما تحدث أحداث مناخية حادة فإن اقتصادها تتدمر. في أنتيغن باربيدو في البهامز في المحيط الهادئ، إعصار واحد يمكن أن يؤدي إلى أضرار تبلغ عامين من إجمالي الناتج المحلي. لذا نحن جئنا إلى هذا الحوار لكي نناقش هذا، ولا نستطيع أن نقبل أن مسألة الخسائر والأضرار سوف تظل على الهامش ولن تكون متضمنة في جدول أعمال كوب 27. هذا أمر لا نقبله، بما أن هناك إجماع على أهمية الخسائر والأضرار، فيكون من الغريب للغاية ألا نحصل على الدعم الكافي للخسائر والأضرار وألا تكون على أجندة كوب 27. نحن نتوقع أنها هذه جدول الأعمال سوف يأخذها في الاعتبار. حوار بيترسبرغ للمناخ يجب أن يكون حوار للتاريخ. نحن نجد أننا كلنا هنا معا ونرى الخسائر مثل حرائق في أسبانيا، ونرى ما يحدث في بنغلاديش. لذا لسنا مضطرين لتقديم أدلة، الأدلة موجودة أمامنا بالفعل. إذن ما الذي يمنعنا من ضمان أن الناس الذين نعمل بأسمائهم وأن الأجيال القادمة لن تستفيد من حوار بيترسبرغ للمناخ؟ يجب أن ندرك أننا نتخذ قرارات باسم بشر قادمون سوف يرثون هذا الكوكب، بعضهم ربما لم يولد بعد. أنا أرى بأن لدينا الآن نافذة لكي نتمتع بالجرأة والحسم في التعامل مع تغير المناخ. الأجيال المستقبلية تستحق هذا، وسنلوم أنفسنا إذا لم نتخذ تلك القرارات الحاسمة. هذا يعني أن الدول النامية يجب أن تحصل على مساعدة من الدول المتقدمة، بما أن الدول المتقدمة التي أسهمت بشكل كبير في زيادة الانبعاثات وثاني أكسيد الكربون والتلوث. وأنا أدعو الدول المتقدمة لأن تلتزم في كوب 27 بأن تزيد من عملها. كما ذكرنا لن نستطيع أن نحيا إذا ارتفع درجة حرارة العالم عن درجة ونصف مئوية. ما الذي سوف يحدث إذا وقع هذا؟ ليس لدينا رفاهية التردد أو التأجيل، ليس لدينا القوى الاقتصادية الكافية في الدول الجزر الصغيرة مثل دولتنا، لكن نحن نحترم القيم والعدالة بحيث نتخذ الإجراءات الضرورية لوقف تدمير بلادنا. في عام 2017 أحد من الدول باربيدوس قد تدمرت بشكل كامل، والآن أصبحنا في عام 2022 ولازلنا نحاول إعادة الإعمار. لذلك سيدتي وسيدي، من المهم أن أذكر هذا. أود أن أقول أن
تخفيف أثار تغير المناخ والتكيف والخسائر والأضرار لا تتنافس مع بعضها البعض، بل هي كلها متكاملة. يمكن أن نسير في هذه المسارات الثلاثة بالتوازي. الأموال موجودة والتمويل موجود، وكل ما يجب أن يحدث هو لهذه الدول المتقدمة أن تتوقف عن دعم الوقود الأحفوري وأن تنتقل إلى الطاقة المتجددة. هذا ما نحتاج إليه. نحن في حاجة إلى كذلك أن نتخطى المسائل السياسية، لأننا كلنا مشتركين في هذا الكوكب، كوكب واحد، ومسؤوليتنا هي أن ندرك أن لدينا مسؤولية مقدسة تجاه الأولاد والأحفاد. شكرا. شكرا لك سيادة الوزير لإلقاء الضوء على طبيعة هذا التهديد، وخاصة مسألة الخسائر والأضرار في دولتك والدول الأخرى الجزر، وكذلك أهمية أن نسير بالتوازي في مسألة التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار. شكرا. تالي أعطي الكلمة لوزيرة سويسرا. شكرا. أصحاب السعادة، الزملاء الأعزاء، شكرا لمصر، شكرا لألمانيا لتنظيم حوار المناخ هذا وللاستماع إلى الكلمات المختلفة هذا الصباح. أعتقد مما استمعت إليه واضح أن لدينا كثير من العمل القيام به قبل كوب 27. هناك شيء يجب أن نتفق عليه جميعا، أن كوب 27 يجب أن يكون ناجحا، يجب أن يكون ناجحا للعالم بأسره، وسوف يكون ناجحا فقط إذا وجدنا الإجابات لأزمة المناخ. الزملاء، العلم واضح، نحن لدينا 3 سنوات فقط متبقية لكي نمنع ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية. تقرير التقييم للمؤشرات الحالية الذي تم إعلانه قبل كوب 26 يقول أننا ربما نتخطى 1.5 درجة مئوية قبل نهاية القرن 21، ولذلك هناك فجوة في الطموح. يجب أن نعيد مراجعة أهدافنا لكي تتفق مع أهداف اتفاقية باريس. بالإضافة إلى ذلك، السياسات التي يتم تنفيذها بنهاية 2020 غير كافية للوصول إلى الأهداف التي حددناها لأنفسنا وفجوة التنفيذ. يجب أن نفعل المزيد وأن نعلن أهداف المناخ. يجب أن نظهر أننا جادون في تنفيذ التزاماتنا، ويجب أن نكون صادقين من تحقيق الأهداف. الاتفاق الذي سوف ينتهي في العام القادم سوف يجعلنا جميعا مسؤولين أمام أعين العالم. كلنا لدينا أدوار، ومن الواضح الزملاء أننا لا نستطيع أن نصل إلى 1.5 درجة مئوية دون الالتزام من قبل الدول التي تخلق الانبعاثات. دول الكبرى 20 تمثل 80% من انبعاثات العالم، ومشاركة الدول 20 أمر أساسي لمصداقية عملياتنا. فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، التكيف والتخفيف، أنا لن أكرر ما ذكرته الزميلة من النمسا، نحن نتفق معها بشكل كامل وكذلك مع من تحدثوا عن هذا الموضوع. ولكن هناك شيء واضح، أيا كان ما سوف نقوم به في مجال الخسائر والأضرار والتكيف، إذا لم نحسن التخفيف فإن تكلفة الخسائر والأضرار سوف تكون غير محتملة. نقطة أخيرة
أود أن أذكر أن في غلاسكو كان لدينا عددا من المبادرات والتزامات من قبل أطراف غير حكومية. بالطبع كل هذا مهم، والمفاوضات بين الدول ونتائج مفاوضاتنا بشأن اتفاق باريس سوف تكون أساسية. فيما يتعلق بالالتزامات والمبادرات يجب أن نضمن أن متابعة هذه الالتزامات ستتحقق. لذا ربما يكون لدينا يوم في شرم الشيخ لكي نرى ما حققته هذه المبادرات حتى الآن قبل أن نخرج بمبادرات جديدة. شكرا لك سيادة الوزيرة، ونحن نأخذ اقتراحك في الاعتبار لمتابعة كل هذه الالتزامات في شرم الشيخ. من المهم للغاية أن نتابع المبادرات الموجودة بالفعل قبل إطلاق مبادرات جديدة. تاليا الولايات المتحدة سو. شكرا لكم. دعوني أتحدث عن 4 أولويات لدينا لكوب 27. الأولوية الأولى هي الانتهاء من النتائج التي تدعو لتنفيذ التزامات كوب 27، ليس فقط في مجال التخفيف ولكن كذلك النتائج الأخرى. الأولوية الثانية مرتبطة بالنتائج المرتبطة بالأطر طويلة المدى التي لن تنتهي بحلول كوب 27 ولكنها سوف تستمر فيما بعد، مثل الهدف العالمي للتكيف. أعتقد أننا يجب أن نكون مبدعين ونرى كيف يمكن أن نحقق تقدما وفي نفس الوقت لا نهدد النتائج. الأولوية الثالثة لكي نجعل كوب 27 ناجحا، نعتقد أن كل كوب بدءا من الآن للأبد يجب أن يكون ناجحا بالنظر إلى طبيعة الأزمة. نحن في حاجة إلى أن نكمل النتائج، وأنا أتفق مع سويسرا، نحن في حاجة إلى أن نقدم مساحة في كوب 27 لعرض كيف ننفذ المبادرات التي بدأناها في كوب 26. دعوني أقول أننا نشكر مصر تنكيز على أهمية التنفيذ، لأنه على مدار سنوات مسألة التنفيذ كانت تعد مملة، والكل كان دائما يبحث عن هدف مشرق ولا تتحدث عن التنفيذ. لذا أعتقد أننا علينا أن نتحدث عن التنفيذ وأن نقول أن هذه المسألة الأهم والهدف المستحق. لماذا التركيز على المبادرات؟ عدة أسباب. أولا، المبادرات من كوب 26 تعد جزءا مهما للغاية من التقييمات التي قالت أننا إذا نفذنا هذه الإجراءات سوف نصل إلى 1.5 درجة مئوية فقط. ثانيا، سوف يكون هناك استمرارية بين الكوب حيث لا ننسى المبادرات من عام إلى آخر وننتقل إلى مبادرات جديدة. ثالثا، بالنسبة للمساءلة، عندما يتم التوقيع على مبادرات فيجب أن يكون هناك مساءلة في الكوب التالي كيف تابعوا ونفذوا تلك المبادرة. وهذا يأخذني إلى الأولوية الرابعة، التنفيذ ليس كاف، ولذلك نحن نقول أن هذا هو عام إضافة التنفيذ، لأننا لدينا كل أهداف اتفاقية باريس ونحن علينا أن نتأكد من أننا على المسار الصحيح لتحقيق الصمود العالمي والاحتفاظ بواحد ونصف درجة مئوية فقط ارتفاع. وكما ذكر الآخرون، نحن في حاجة كذلك إلى التعامل مع مسألة الخسائر والأضرار. لذا ما الذي يعني هذا من خلال المبادرات الإضافية؟ سوف أذكر بعض ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به. فيما يتعلق بالتكيف، نحن سوف نعرض كيف ننفذ مبادرتنا للتكيف في الدول النامية. وكما تعرف مصر، فإن هناك شراكة بيننا وبين مصر في مجال التكيف في مبادرة أفريقيا لكوب التالية. وبشأن التخفيف، سوف نبني على
تعهد الميثين في العام السابق بالتركيز على الإجراءات الوطنية لكي نقترب من الهدف العالمي الذي تم عكسه في تعهد الميثين العالمي. ولمعلوماتكم كان هناك تقريبا 300 مليون دولار أموال خيرية تم تقديمها للتنفيذ في الدول النامية. بشأن الشحن بما أن هذا هو عام المحيطات فنحن لدينا شراكة مع النرويج والدول الأخرى لتقليل الانبعاثات من الشحن لكي تصل إلى الصفر، ولدينا ما نطلق عليه تحدي الشحن الأخضر لكوب 27. لدينا مبادرة أخرى مرتبطة بالسماد وهي مخاوف جديدة مرتفعة بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا. المبادرة تركز على تقليل المخلفات من السماد وسوف تزيد من الأمن الغذائي وتحقق فائدة كذلك لتغير المناخ. تحالفنا سوف يضيف مشاركين آخرين بالإضافة إلى قطاعات الأسمنت والخرسانة، ولذلك ندعو الجميع للانضمام إلى هذه المبادرات. ونقطة أخيرة، نحن يجب أن ننتبه إلى الآخرين الذين يتعاملون مع تغير المناخ. مثلا هذا الأسبوع في مونتريال يناقشون مسألة الأهداف طويلة المدى لتغير المناخ، وأنا أدعو الجميع لكي يركزوا على تلك المبادرات وليس فقط ما يجري في نظامنا. شكرا. شكرا لإلقاء الضوء على أهمية المبادرات. نحن نطبق نفس هذا الحد للمبادرات، أن المبادرات يجب أن يتم تنفيذها وأن تكون هناك آلية لمتابعتها. سوف أنتقل الآن إلى كولومبيا، بعد ذلك غانا. شكرا لكم. شكرا لألمانيا لدعوتنا ولدعوات الممثلين المختلفين لحوار بيترسبرغ للمناخ. أود أن أقول كذلك أن مصر تلعب دورا رائدا من خلال كوب 27، وأود أن أشكر المملكة المتحدة كذلك على مساهماتها الهائلة في كوب 26. مرت عدة أشهر على قمة غلاسكو واتضح أن المسألة معقدة للغاية خاصة في ظل الجائحة. في عام 2022 نجد أنفسنا في وضع أكثر تعقيدا، كلنا معا لازلنا نواجه هذه الجائحة، ولكن لا يجب أن ننسى ما المهم، ما هي التحديات التي يجب أن نواجهها اليوم. الذي يجب أن نتطلع إليه هو أن نحافظ على عدم ارتفاع درجات الحرارة أكثر من درجة ونصف مئوية، وهدفنا يجب أن يكون واضحا أمام أعيننا. عندما التقينا في كوب 26 أعطينا مجموعة من التعهدات والوعود الهامة. قلنا أولا أننا سوف نزيد طموحاتنا بحلول 2030 وسوف نغطي موضوعات هامة، ونحن سوف نستمر مناقشة نفس الموضوعات التي ناقشناها في كوب 26 في كوب 27، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة على الأقل بنسبة 25%. وفيما يتعلق ببلدي فإن كولومبيا تسهم ب 0.6% في الانبعاثات، ولقد حددنا لأنفسنا هدف أن نقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 51%. لذا نحن نصل إلى كوب 27 بالمزيد من الإجراءات والطموحات التي سوف ننفذها سريعا. وأنا لا أتحدث هنا عن دولنا فقط، ولكن أتحدث عن الشعوب التي تتوقع منا هذا، تتوقع منا أن نتصرف بسرعة أكبر. نحن أنصتنا إلى شابة هذا الصباح تمثل الشباب من المجتمع المدني، وقد سمعنا ممثل من منظمة غير حكومية وسمعنا توقعاتهم منا. تقليل الانبعاثات، تقليل الاحتباس الحراري، يجب أن نحدد
what we want to achieve. كيف سوف نسير لتحقيق الأهداف؟ كيف يمكن أن نحققها بسرعة؟ We have a major project نحن لدينا مشروع أساسي في بلدنا يحتاج 3 أو 4 سنوات للتخطيط. وهذا لا يشير إلى عملية التنفيذ نفسها. لذا يجب أن نتصرف بسرعة، يجب أن تتدفق التمويلات. وجانب آخر مهم مرتبط بدول مثل الدول في أمريكا اللاتينية والكاريبية. يجب أن نتأكد من أن تلك الدول لا تضيع الوقت. يجب ألا ندخل فقط في حوار، ولكن يجب كذلك أن يكون هناك تحالف يركز على المستقبل المباشر. هذه هي شبكة سانتياغو للأضرار والخسائر. القيادة المرتبطة بهذه الشبكة مهمة للغاية. باربودا قد أوضحت هذه النقطة بالإضافة إلى آخرين الذين تحدثوا عن أهمية الخسائر والأضرار، وشبكة سانتياغو يجب أن تكون موجودة على الأجندة. نقطة أخرى أشير إلى ما ذكرته الزميلة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لقد أشارت إلى المادة رقم 6 والتي تتحدث عن مراجعة التسعير العادل، ليس فقط في أفريقيا ولكن كذلك أمريكا اللاتينية، لأنها أداة تسمح لنا بأن نكون نشيطين في التمويل في المستقبل، وهي مهمة في المجتمعات التي نتحدث عنها. من المهم أن نعطي تلك المجتمعات التمويلات التي تحتاج إليها لاتخاذ الإجراءات. هناك موضوعات أخرى مهمة على جدول أعمال كوب 27، يجب أن نتذكر هذا. يجب أن نستمر في مكافحة نزع الغابات، وهذا مهم للكونغو، البرازيل، إكوادور، كلنا الموجودين في هذا الحزام من العالم. نزع الغابات يؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%. لذلك كل هذا مهم أن نتذكره قبل كوب 27. نحن في حاجة للتحدث عن هذا والتحدث عن تغير المناخ، وكذلك أن ننظر إلى هذه المسألة في مواجهة الأزمات. البنية التحتية، نزع الغابات، كلها موضوعات مهمة. نحن لدينا بالفعل الآن أزمة غذاء، نحن نواجه تبعات تغير المناخ، التلوث البيئي، ولدينا أزمات أخرى كلها مرتبطة ببعضهن. وهذه الأشياء يمكن أن نتابعها. في أعيننا هذه كلها موضوعات مهمة يجب أن تكون موجودة على جدول أعمال كوب 27. وهناك مسألة الهجرة، التغير المناخ يزيد من الهجرة. نحن سوف نشهد هذا الأثر لتغير المناخ من خلال زيادة الهجرة، ونحن نرى هذا اليوم. وإلى أين سوف يأخذنا هذا؟ أين سوف يتوجه الناس إذا تضررت مناطقهم بسبب تغير المناخ؟ نحن نتحدث هنا عن ناس تحتاج للهجرة والانتقال باتجاه الأراضي الرطبة والأنهار. الذي يعني هذا بالنسبة للمدن، لأنها المدن التي تنتج غازات الدفيئة في الواقع. لذلك علينا أن نفكر في هذا الموضوع، وأعتقد أن كل هذا يجب أن نناقشه في كوب 27. وأخيرا كي أختتم، موضوع آخر. الأزمة واضحة أمامنا جميعا، كل دولة تواجه أزمة، كل دولة واجهت أزمة مرتبطة بها، ولكن هناك أزمة واحدة نتشارك فيها جميعا معا، وهي ما يجب أن نتحدث عنه، الطموح. 45% تخفيض في انبعاثات الغازات الدفيئة، تنفيذ، التمويل، 100 مليار دولار، وكيف يمكن أن نتعامل مع تمويل الخسائر والأضرار. هذا الحوار مهم للغاية، وأعتقد أن أهمية شبكة سانتياغو
يجب أن يتم إلقاء الضوء عليها، وأن كذلك نناقش تمويل التكيف. كل هذه موضوعات نرى أنها بنفس القدر من الأهمية، ويجب أن نفكر فيها كلها معا. لا أعتقد أن هناك دولة وحدها يمكن أن تحل هذه المشاكل دون التعاون مع دول أخرى. وأود أن أتحدث مع رئيس مصر ووزير خارجية مصر. نحن نريد أن نناقش هذه الأمور لأننا نتوقع هذا منا. في كوب 27 الضغط علينا يتزايد لكي ننفذ ما اتفقنا عليه في اتفاقية باريس. شكرا. شكرا لكولومبيا على التحدث عن العلاقة بين الموضوعات المختلفة وإضافة مسألة الهجرة كذلك. التالية غانا. شكرا. أنا سعيد للغاية بأن ألتقي بكم جميعا وجها لوجه، وأن نكون مستعدين للتعاون مع الزملاء والتنسيق لكي نجعل هذا العالم أفضل. غانا دولة متأثرة بتغير المناخ مثل بنغلاديش. منذ 4 أسابيع كنا نواجه ما تواجهه بنغلاديش. غانا سوف تستمر في العمل لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الفئات الأكثر تعرض لخطر تغير المناخ. ونحن قمنا بمراجعة المؤشرات الخاصة بنا. التكيف والخسائر والأضرار، 1.5 درجة مئوية، طموحات يجب أن تجعلنا نزيد من التمويل في كوب 27 في شرم الشيخ. أحد الأولويات الرئيسية هي أن هناك الكثير من الدول التي تحتاج إلى تقريبا 1.4 مليار للاستثمار في هذه المجالات، ويجب أن يكون هناك تمويل الخسائر والأضرار لأن أزمة المناخ موجودة أمامنا بالفعل، ونحن للأسف لسنا مستعدين للتعامل معها. نحن نعرف أن هناك عمل كبير لتقليل الخسائر والأضرار يجب أن ننفذه، وهذا هو الأمر الأساسي. يجب أن نقوم بتخصيص التمويل للتعامل بالخسائر والأضرار. نتمنى أن يكون هناك برامج تمويل وتساعد في التعاون، وأن يكون هناك مرفق عالمي يساعد في هذا الإدار. نحن سوف نقدم الكثير من الإجراءات للمساعدة في هذا المجال بشكل مباشر، وسوف نناقش هذه المسألة في كوب 27. نحن نرى أن الإجراءات لمواجهة مخاطر تغير المناخ يمكن أن تكون جزءا مما نحققه في كوب 27، شريطة أن يكون مستجيب لاحتياجات الدول، وأن يضم كذلك عدة مرافق لتمويل الجهود للتعامل مع الخسائر والأضرار في الدول الأكثر تضرراً. ويجب أن يكون هناك كذلك المزيد من الإجراءات والدعم لمن يحتاجون إلى الحماية خاصة على المدى القصير. مرة أخرى دعوني أتحدث عن أفريقيا وكوب 27. نعم،
شرم الشيخ تضع أفريقيا في وسط العالم، لذلك يجب أن يكون هذا الكوب يتحدث عن التكيف. أفريقيا هي القارة الأكثر تأثراً بتهديدات تغير المناخ، وبعد الحوار الوزاري الذي عقد في أبريل من عام 2022، نحن ندعو إلى خطة لمساعدة الدول وكيف يتنفيذ المخرجات لكوب 26 وكيف يمكن أن تنفذها دول النامية. كذلك يجب أن يكون هناك المزيد من الإجماع بشأن الإجراءات التي تتخذ. نحن في حاجة أن نعمل من أجل الحماية، وأنا أتذكر أنني عندما كنت أدرس كنا نقول أننا إما نتكيف أو نموت، ولذلك أصبحنا الآن نتحدث عن أهمية التكيف، وليس فقط التكيف ولكن التكيف التحولي باتجاه الرفاه، وأعتقد أننا نستطيع أن نفعل هذا. هناك الكثير من الدول التي تنفذ خطط للمناخ بما يتفق مع أهداف التنمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والاستراتيجيات، ونتمنى أن يتم عرض البعض من ذلك في كوب 27. المشاركة للمانحين فرصة لدعم طموحات دولنا والطموحات الوطنية للتعامل مع التخفيف، التكيف، الخسائر والأضرار، الطاقة المتجددة، وكذلك تعزيز الشراكات بين الدول. نحن نرى أن هناك كثير من الإجراءات المرتبطة بالمؤشرات، والمؤشرات يجب أن تكون متفقة مع أهداف اتفاقية باريس. هنا يجب أن نناقش ما الذي يمكن أن تفعله الدول، وهذا مرتبط بتقديم المزيد من المعلومات من التقرير الذي يوضح أننا لا يجب أن نسمح بارتفاع الدرجة أكثر من درجة ونصف مئوية. كل لحظة الآن أصبحت مهمة. مرة أخرى السيدات والسادة، التأثيرات المركبة للجائحة وتغير المناخ وأزمة الطاقة والغذاء تؤدي إلى أزمة هائلة في الاقتصادات، ولذلك نود أن نتحدث عن هذه النقطة. ومرة أخرى نحن في أفريقيا أصبحنا نناقش هذه المسألة، وأنا سمعت أحد المشاركين يتحدث عن أهمية الغابات، وكل هذه الأمور مرتبطة بتغير المناخ. يجب أن يكون هناك كذلك فرصة لجذب الاستثمارات في المشروعات المرتبطة بالمناخ والطاقة المتجددة. هذا مهم للغاية، فهذا سوف يمكن الحكومات من تحقيق التنمية بالتركيز على التحول الرقمي والتعليم والصحة والصمود المناخي والبنية التحتية المرتبطة بها. الحكومات يجب أن تطور خططها في هذا المجال لتحقيق أهداف مواجهة تغير المناخ وكذلك التنمية المستدامة. هذا يجب أن يعني كذلك التعامل مع الانتقال باتجاه الاقتصاد الأخضر. وأخيراً يجب أن أوضح توقعاتنا بشأن التمويل بشكل عام. هنا أنا أتحدث بالنيابة عن دولتنا. نحن نتحدث إلى خطة تكون موجودة في كوب من أجل التنفيذ الكامل للمئة مليار دولار التي تم تحديدها حتى
عام 2025 وفيما يتعلق بالهدف المشترك لتمويل المناخ. يجب أن يكون هناك استجابة كافية لاحتياجات الدول الأكثر احتياجا والتعلم من التجارب السابقة، ويجب أن نلتزم بهذا الهدف 100 مليار دولار. وهذا النقاش يجب أن يصبح جديا أكثر بشأن التمويل الذي نحتاج إليه لكي ننقل تريليونات الدولارات من الاستثمارات إلى الدول. فهذا يجب أن يدعم الانتقال الأخضر. غانا ملتزمة بشكل كامل بالعمل لإنجاح كوب 27، ونحن نتعاون مع مصر ومع رئاسة كوب 26 ذلك من أجل إنجازات أكبر في المستقبل ولتحقيق الرفاه لشعوبنا وحماية الكوكب. شكرا لك. شكرا لك نائب الوزير، خاصة على دعمك لرئاسة مصر لكوب 27. الآن مارشال آيلاندز. شكرا. صباح الخير الوزراء الزملاء، أنا كاغوي من جزر مارشال. بقيت بضعة أشهر قبل كوب 27. نتحدث هنا عن أهمية الوضع الحالي. زميلي من أنتيغا أن بربودا قد تحدث عن الأزمات التي تواجه دولنا الجزر والظروف المأساوية التي نواجهها. وعلى الرغم من ذلك فهذا للأسف لا ينعكس على عملنا الذي قمنا به هذا العام. على الرغم من إدراكنا لأهمية هذه المسألة، نحن خلال هذا العام كلنا كدول حققنا بالكاد ما يجب أن نقوم به. الواقع الذي يواجه الدول الجزر بعيد للغاية عن غرف التفاوض، حيث تأتي الحوارات بشأن إجراءات صغيرة. بالنظر إلى الصعوبات التي نواجهها في دولنا، فنحن لا نستطيع أن نتحمل الجمود في المفاوضات والنقاشات العالمية. وفي حوار بيترسبرغ للمناخ نجد أن هناك فرصة لكي نجتمع كوزراء وأن نحصل على قوة الدفع التي نحتاج إليها لهذا العمل. يجب علينا أن نعمل طوال الوقت لتحقيق الإنجاز، وكما ذكر الكثيرون فإن التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار كلها مرتبطة ببعضها البعض، ولا نستطيع أن نتجاهل أي منها. بما أننا من تحالف الطموحات الكبرى، فإن جزر مارشال سوف تستمر في هذا العمل. لقد تركنا جلاسكو بمجموعة من الالتزامات التي يمكن أن تشكل مستقبلنا، ولكن فقط إذا تم تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع. الفشل في الوفاء بالالتزامات لا يوقف فقط إجراءات المرتبطة بتغير المناخ، لكن يؤدي إلى انقسامات وغياب الثقة. وكما ذكرنا فإن الثقة هي الأساس لكل ما نحتاج للقيام به معا. أنا أرحب بما ذكرته ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأن الإجراءات المؤقتة التي اتخذوها بشأن الطاقة الآن ليست تراجع عن الالتزامات طويلة المدى. أعتقد أنه من الواضح أنه بالإضافة إلى أهمية عدم التراجع في طموحاتنا، يجب أن نركز على كيف يمكن أن نتحرك إلى الأمام، لأننا لم نقترب بعد مما يجب أن نحققه إذا أردنا أن نقلل الاحتباس الحراري. أنا أتفق مع باكستان ومع الآخرين في أن مسألة المساءلة يجب أن تكون في لب عملنا. هؤلاء الذين فشلوا في القيام بذلك يجب أن يقدموا المؤشرات الخاصة بهم بحلول 23 سبتمبر هذا العام. وكل القطاعات يجب أن تكون قد قللت انبعاثاتها.
لقد سمعنا عن الشحن الطيران والحوافز التي يتم إعطائها للتحول في هذه المجالات، وهذا يمكن أن يكون له أثر على الجهود لتقليل الانبعاثات وتنفيذ أهداف اتفاقية باريس. ونحن نتطلع إلى شركائنا من الدول المتقدمة لمضاعفة التمويل الذي وعدوا به في غلاسكو ووعدوا بها على مدار العقد الماضي. تمويل المناخ هو المفتاح الأساسي لقدرتنا على التكيف والتخفيف وحماية الأنظمة الطبيعية التي نعتمد عليها جميعا. ليست المبالغ فقط هي التي فشلنا في تنفيذها، ولكن هيكل التمويل المناخي معقد بطيء، يضع العبء على الأكثر احتياجا والأقل مواردا. ومسألة الوصول إلى التمويل مسألة يجب أن نواجهها كذلك في مناقشتنا. الخسائر والأضرار كما سمعنا بوضوح، وشكرا للمنظمين لوضع هذا الموضوع في بداية الحديث، هي مسألة يجب أن نتعامل معها بطريقة تركز على حلول وحوار قائم على الحلول بناء على الحقائق الخاصة بما يحدث في جزر مارشال. نحن نخسر بالفعل مناطق كنا نسكن بها، وهنا في أوروبا وفي أنحاء أخرى من العالم هناك خسائر في الأرواح. هذا هو الواقع. التداعيات المالية كذلك أصبحنا نشعر بها جميعا في المجتمعات التي تواجه صعوبات للاستجابة للضحايا، ونحن لا نستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال، بل يجب أن نعد أنفسنا للتعامل مع هذه الخسائر بطريقة ذات معنى بدلا من الطريقة الحالية التي نستخدمها والتي لا تغطي الكثير من الخسائر والأضرار التي نواجهها. الأشخاص المهمشين من الشباب والنساء في العالم يتطلعون إلينا لكي نعبر عن أصواتهم. وأود أن أؤكد على النقطة التي ذكرت من قبل أن هذا يعد انتهاك لحقوق الإنسان إذا لم نقم بحماية الكوكب. لذا أرى أن كوب 27 فرصة في ضوء الأدلة العلمية وكذلك الحقائق الموجودة والتي نواجهها جميعا، خاصة الأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية للتعامل مع تغير المناخ. إذا هذه فرصة لنا لمواجهة تغير المناخ وللتوصل إلى غرض مشترك بحماية كوكبنا للأجيال المستقبلية. شكرا. شكرا جزر مارشال لإلقاء الضوء على هذه النقاط، خاصة الوصول إلى التمويل. شكرا. الكلمة الآن اليابان. شكرا لك الوزير بيربوك من ألمانيا والوزير شكري وزير خارجية مصر لاستضافة وتنظيم هذا المؤتمر تمهيدا لكوب 27. أنا أقدر كذلك مشاركة المجتمع المدني لتقديم رسالة قوية. أصحاب السعادة، أولا دعونا ننظر إلى ما حققناه حتى الآن. كوب 26 شهد اكتمال قواعد باريس وكذلك اتفاق مناخ غلاسكو وتحديد مجموعة من بنود جدول أعمال بما في ذلك التخفيف، التكيف، التمويل. بهذه الإنجازات العالم انتقل إلى المرحلة التالية من التنفيذ
والإجراءات. في كوب 26 من المهم أن نشجع نقاشاتنا ونحقق إنجاز في التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار وفقا للإطار الزمني المتفق عليه في كوب 26، وعلى وجه التحديد من أولوياتنا أن نصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل التكيف والمسائل المرتبطة بالتنفيذ الكامل للمادة 6. في تحقيق النجاح في كوب فإن المجتمع الدولي يجب أن يظهر التزامه الدائم تجاه تغير المناخ. لتحقيق 1.5 درجة مئوية درجة حرارة فإجراءات التخفيف يجب أن تنفذ في كل دول العالم بما في ذلك الدول الناشئة. اليابان قد قامت بتقديم مؤشراتها بالفعل واستراتيجيات طويلة المدى المتفقة مع اتفاق باريس، ونحن الآن نقوم بكل جهودنا لتنفيذها. من الأساسي أن نحث كل تلك الدول أن تلتزم بمؤشرات وأهداف 2030 ودرجة ونصف مئوية لزيادة الطموحات قبل كوب 27 بما يتفق مع اتفاقية مناخ غلاسكو. نحن نسعى كذلك لتنفيذ العمل بخطة واتفاقية باريس بينما نقوم بتقليل الانبعاثات. لهذا الغرض اليابان سوف تطلق شراكة تنفيذ بالتعاون مع دول أخرى أجل التنفيذ الكامل للمادة 6 من الاتفاقية مع الكثير من الأطراف المعنية. في كوب 27 من المهم كذلك أن نتقدم في المناقشات بشأن الهدف العالمي للتكيف وتنفيذ شبكة سانتياغو للخسائر والأضرار لتقديم الدعم الفني بأسرع وقت ممكن. أخيرا مشاركة كل الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني أمر أساسي لتنفيذ إجراءات تغير المناخ والوصول إلى هدف صافي صفر نت زيرو، وكذلك تقليل الانبعاثات. اليابان تشارك في أفضل الممارسات الموجودة لديها مع الدول الأخرى وتسعى لتنفيذ هذا مع كثير من الدول الشريكة، ونحن سوف نستمر في دعم التعاون بين المدن المختلفة في إطار اتفاقية باريس، واليابان ملتزمة كذلك بإنجاح كوب 27. شكرا. شكرا لليابان، وأمر شيق شراكة المادة 6 التي تحدثت عنها، هذه فكرة جيدة ونحن ندعمها. تاليا جمهورية التشيك. شكرا بالنيابة عن جمهورية التشيك. نحن نشكر مصر وألمانيا على استضافتنا اليوم، ونرى أن الاجتماع قد كان عقد في العام الماضي في وقت كانت به فيضانات، بينما هذا الاجتماع يعقد هذا العام وهناك حرائق في أوروبا. أعتقد أن كل وزراء البيئة في أوروبا قد اجتمعوا في براغ قريبا وأعربوا كلهم عن التزامهم بإنجاح كوب 27 في شرم الشيخ. ما الذي يعنيه النجاح بالنسبة لنا؟ نحن في حاجة للتركيز على المسائل التي طرحت من قبل في كوب 26 وخرجنا بها لكي نتأكد من تنفيذ التزاماتنا الجماعية في غلاسكو. نحن نرى كذلك مطبوعات تقرير التقييم الخاص باللجنة الحكومية لتغير المناخ، ونحن نؤكد على أهمية زيادة الصمود، ويجب في كوب 27 أن نركز على هدف التكيف والالتزامات وفقا لاتفاقية مناخ غلاسكو. نحن في حاجة كذلك لمناقشة
تنفيذ شبكة سانتياغو. ونحن في حاجة كذلك لتعزيز العلاقة بين التخفيف والتكيف. وفيما يتعلق بالتخفيف نحن مرة أخرى من التقرير أن هناك نافذة لتنفيذ الإجراءات أمامنا وعلينا أن نسرع من جهودنا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيعة على مستوى العالم بنسبة 45% في 2030. ونتمنى أنه منذ الآن حتى كوب 27 نرى مساهمات وطنية وخطط وطنية محددة. وكما ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أننا نقوم بهذا العمل بالفعل في الاتحاد الأوروبي من خلال وضع الإطار التشريعي لهذا. وبالطبع مكون أساسي للتخفيف والتكيف هو التمويل. نحن في حاجة إلى تركيز أكبر على كيف يمكن للدول أن تعمل معا وكيف يمكن أن نجعل التمويل يتسق مع أهداف تغير المناخ والمادة 2.1 جيم، وكيف يمكن أن نضاعف تمويل التكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2025. وأخيرا وليس آخرا نحن في حاجة لكي نستمر في العمل العالمي على مدار العام القادم. وأخيرا كوب 27 سوف يتبعه كوب لتنوع البيولوجي، ونحن مستعدين لكي نعمل مع الاثنين، مؤتمر الأطراف للمناخ ولتنوع البيولوجي. شكرا. جمهورية التشيك بالطبع التعاون مع تغير المناخ وتنوع البيولوجي أمر أساسي. أخيرا السنغال. شكرا. أود في البداية أن أشكر ألمانيا ومصر لاستضافة هذا الاجتماع. أشكر الحكومة الألمانية للتحضير لهذا المؤتمر وطرح كل هذه الموضوعات للمناقشة. وأود أن أهنئ ألمانيا وكذلك مصر على هذا التعاون المشترك بينهما والاتجاه الذي أعطوه لحوار بيترسبرغ للمناخ. النتائج التي خرجنا منها من التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية للمناخ بشأن عدم زيادة درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية نقطة مهمة للغاية. نحن كلنا ندرك أننا إذا لم نحقق هذا الهدف، إذا لم نستطع تقليل ارتفاع درجة الحرارة وأن نقصره على 1.5 درجة، فإن معظم الدول سوف تتأثر. لذا من المهم أن نقود بأن نكون مثلا ونوضح كيف يمكن تنفيذ هذا ونتخذ إجراءات لتقليل الانبعاثات وزيادة الصمود وكذلك تحسين الإطار المالي. أولويات الدول الأكثر تضررا في كوب 27 واضحة. يجب أن نحدد ما نحتاج للقيام به فيما يتعلق بالتكيف، وكذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار نقاط الضعف، وهذا يجب أن يتم أخذه في الاعتبار من قبل الدول الصناعية. وكوب 27 القادم سيكون من المهم فيه أن يكون لدينا برنامج عمل للتخفيف وأن نتمكن من أن نعمل بنوايا طيبة حتى 2025.
بالنسبة للتمويل، تمويل المناخ فلازال أقل من الحد المقبول، أقل مما نحتاج إليه. نحن في حاجة لجعل المليار دولار أمريكي متوفرة، وكذلك مناقشة الالتزامات المالية الجديدة. يجب أن نعرف ما هو الإطار المالي لكي نتمكن من تنفيذ شبكة سانتياغو. لقد تم توفير أموال لكي نوفر اللقاح ضد كوفيد 19، إذا نستطيع أن نفعل هذا ونوفر نفس التمويل لتغير المناخ ونوفر المائة مليار دولار التي تم تقديم عد بشأنها. نحن في حاجة إلى غلق هذه الفجوة في التمويل، وهذا سوف يزيد من الثقة بين الدول الصناعية والدول النامية. نحن نريد تنفيذ اتفاقية باريس. شكرا. شكرا السنغال على الملاحظات الهامة. بالطبع أعطي الكلمة الآن إلى سيادة الوزيرة. شكرا. أعتقد أن النقاش قد أظهر مقدار العمل الذي نحتاج للقيام به. بعضكم قد أكد عن إحباط من أن مسألة تمويل الأضرار والخسائر ليست مطروحة بشكل كاف، وخاصة تلك الدول التي تواجه الآن مشاكل كما ذكر الوزير من أنتيغوا وبربيدوس، وهم ليس لديهم أزمة لكن لديهم كير.